اليوم الصباح، ليس الأمس، اليوم الصباح، أحدهم قد حدث له أمر جلل في نفسه وقفت عليه. يقول بعد صلاة الفجر بنصف ساعة بدأ معي خفقان شديد في قلبي، فما كان مني إلا أن بادرت إلى أقرب مركز صحي، فلما وضعوا عليه أجهزة التخطيط قالوا حالتك خطرة جدا، نبضات القلب تجاوزت 150 والمعتاد 100، لا بد أن تحمل في الإسعاف إلى أقرب مستشفى. يقول فحملت، وأنا في الإسعاف تزداد تلك النبضات، تجاوزت 160، النبضات تتجه إلى 170. قلت وأنت في هذه اللحظات، بالله عليك ماذا مر عليك؟ كيف كانت الدنيا؟ يقول والله إن الدنيا كلها، وقد أنعم الله عليه نعما كثيرة، الدنيا كلها بمتعها بنعمها ليست شيئا عندي. وهو شاب صحيح لا يشكو شيئا من الأمراض. وصلت إلى المستشفى، يقول فوجدت 5 من المسعفين ينتظرونني، أدخلوني للعناية الفائقة وهم في حال عجيبة، وأنا في حال أخرى أذكر قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون هذه الروح التي ستخرج إن كنتم صادقين. أدركت أن هؤلاء ليس بأيديهم شيء. يقول ففزعت إلى الله وقلت يا رب لم يمضي من رمضان إلا ساعة، يا رب بلغني رمضان حتى ينتهي، يا رب أريد أن أستكثر من الخيرات، يا رب يا رب. يقول وأنا كذلك إذا بالضغط من 177 إلى 107 يهوي في لحظة. تعجب المسعفون جميعا، لكن صاحبنا لم يكن ليعجب، كانت حاله حال المطمئن عندئذ بذكر الله ودعاه. ثم هو الآن يقول اللهم أعني على أن أفي بوحدي. أنت يا أخي ربما لم تمر بك هذه الحالة، لكن تذكر إنك أيضا ربما لا تمهل كما أمهل كثير من الموتى في لحظة افتلتت أنفسهم، تمنوا كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ها أنت في زمن الإمهال وفي رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين. والله نعمة، أحسن الإمام كثيرا عندما حمد الله كثيرا على بلوغها. ولذلك قال تعالى في آيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أر الله ونر الله من أنفسنا خيرا، من صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بالإيمان والقرآن بالصلاة والذكر والصيام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أعظم يا إخوة ما يعينك، ما يكسر قلبك، ما يهدي جوارحك وأنت تستقبل هذا الموسم العظيم، هو ملاحظة تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى من الله جل وعلا عليك. جاءك بموسم جمع لك فيه أبواب الفضائل، تتنقل من فضيلة إلى أخرى، ومن عبادة إلى عظمى، ومن دعاء إلى ذكر،
رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. لو كان لدى الواحد مشروع لوضع له خطة وحدد له أهداف واستثمر جهده وبذل غايته في أن يصل إلى أعلى درجات النجاح. هل في عامك مشروع أعظم من رمضانك؟ أين خطتك؟ ما هو قرارك؟ ماذا أنت صانع وأنت تستقبل الأيام المعدودات؟ هنا يفترق الناس كما بين السماء والأرض. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم، أعنا على حسن العمل في هذا الشهر العظيم، تقبله منا يا جواد يا كريم. صلى الله وسلم على نبينا.